السلام عليكم. اغتال مسلحون مجهولون إمام وخطيب جامع الصحابة الشيخ محمد قاسم اليونسي بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن. مصادر محلية قالت إن اليونسي قتل وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر. والشيخ اليونسي هو عضو الهيئة الإدارية لجمعية الحكمة اليمانية والأمين العام المساعد لرابطة علماء ودعاة عدن، ويدير مدرسة البنيان الخاصة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من الذي يقوم بالاغتيالات في عدن؟ وأين دور الأجهزة الأمنية؟ وإلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع في عدن؟ حالة من الفوضى والصراع تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، فقد أصبح من الصعب أن يأمن الناس فيها على حياتهم، وبينما تتفاخر الأجهزة الأمنية في إنجازات استثنائية، يتجول القاتل المجهول ويختار ضحاياه بعناية دون جهود حقيقية للكشف عن هويته وتخليص المدينة من هذا الكابوس المرعب. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. وتتوالى فصول الاغتيالات في عدن، حادثة جديدة وضحية أخرى. الوافر من المعلومات حتى الآن أن من تم اغتياله هو الشيخ محمد قاسم اليونسي، إمام وخطيب جامع الصحابة، بينما كان متجها لأداء صلاة الفجر. أما أين فبالمنصورة، المربع الذي طالما شهد حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية. تلك هي المعلومات البديهية الواضحة للعوام. أما الأسئلة ذات الطابع الأمني والاستراتيجي من قبيل: من الفاعل ولماذا وما الهدف وما الذي فعلته الأجهزة الأمنية حتى الآن، ما تزال غير معلومة أو محجوبة. فبالنسبة للفاعل هو ذات المجهول الذي نسبت له حوادث سابقة، لكن كيف لمجهول أن يتجول في المدينة بحرية ويختار ضحاياه بعناية ويرتكب جريمتين في 72 ساعة؟ وأن لمجهول أن يغتال مرة واثنتين وثلاثا في مدينة يتفاخر رئيس جهازها الأمني بإنجازات استثنائية فاقت ما قدمته أجهزة الأمن المماثلة في الدول العظمى؟ ثم أين تلك الإنجازات مما يدور في عدن من قتل بلا تهم وبلا فاعل معروف؟ أسئلة تقود إلى أخرى، ممن يفترض أن يكون لديهم إجابات عما يدور في عدن وإلى أين سينتهي الوضع فيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن ونبدأ هذه الحلقة مع النائب الأول لمدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك سيادة العقيد. السؤال الأهم: من الذي يقوم بالاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن؟ يقوم بالاغتيالات عدة جهات، بعضها مرتبطه بالجهاز الأمن القومي الأمن السياسي التابع للمخلوع علي عبد الله صالح، وبعضها مرتبط بجماعات إرهابية معروفة تتبنى عملياتها عبر يعني مواقع معروفة لديها. والأجهزة الأمنية أنا صراحة استغرب من بعض اللهجة الحادة في اتهام أمن عدن. يعني كل أمن في أي بلد في العالم، في دول كثيرة احنا في مرحلة انتقالية صعبة، ولكن اللهجة الحادة في تقريركم صراحة شيء لا يعبر عن الواقع. عدن يعني محافظة كبرى ولا يعني توجد فيها امور كبيرة جدا، وهي خرجت من حرب، واي منطقة تخرج من حرب فهذا نتيجتها. الجهة الأمنية تقوم بامور كبيرة جدا جدا، ولكن دائما يتم التركيز على الأخطاء التي يعني تحدث او الاختلالات الامنيه. احنا يعني كل يوم نوقع بعدد من القتلة، القضايا الجنائيه وقضايا ارهابيه، وبعضها لا اخفي انه لم يتم الكشف عنها، لكن ليس نهايه العالم. نحن موجودين واحنا يعني تقلبنا على امور كبيره، والقادم اجمل واجمل، ولكن لاسفنا ونقدم يعني ما يحصل اليوم، ونقدم كل يعني تعازينا الحاره لاسره الشيخين الذي تم اغتيالهم، وباذن الله الاجهزه الامنيه في بحث مستمر حتى يعني يتم الايقاع بقتله هذا الشيخين. نعم. طيب سياده العقيد، ايضا السؤال الاهم: تم القبض على الكثير ممن هم متورطين بعمليات اغتيال أو عمليات تخريب داخل عدن، وهناك ربما أكثر من 400 قضية كما تحدثت بعض المنظمات الحقوقية، وأيضا أجهزة الأمن ومدير الأمن صرح أكثر من مرة أنه سيقدم هؤلاء للرأي العام بعد أن تنتهي التحقيقات. الآن مر عامين لم نسمع من أجهزة عدن
تقديم ولو قضية واحدة في ناس اتهموا باغتيالات أو عمليات تفجير أو عمليات يعني تخريب داخل عدن، وتم إظهار قضيتهم للرأي العام، ما هي الأسباب؟ اللواء شلال علي شائع عندما قال يعني هذا الكلام فالكل سمعه، ولكن في أمور يعني كبيرة جدا أمنية قد أخرت هذا الشيء، فالعجلة قد يأتي يوم الأيام وتم الكشف عن كل ما يحصل في عدن. وسيادة اللواء شلال علي شائع يعني تحدث بهذا الشيء، ولكنه لم يعلن يوم الأيام أنه لم يحصل هذا، بل تحدث أنه سيتم الكشف وأن بعض القتلة موجودين، ونحن نترك الأيام حتى يجيب عليها سيادة اللواء شلال علي شائع. نعم. طيب سيادة عقيد، نشرك معنا في الحديث رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي النائب عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور عيدروس. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا، تحياتي لك ولضيفك الكريم الأخ الكازمي. مرحبا بك دكتور عيدروس. كيف يمكن أنت أن تفسر حالة استمرار الاغتيالات في عدن، وعلى وجه التحديد ربما فصيل معين للمشايخ وأئمة المساجد ورجال الدين في هذه المدينة التي كانت آمنة ربما في فترات سابقة ولم تشهد مثل هكذا حالات؟ شكرا جزيلا، وأحييك وأحيي ضيوفك ومشاهدي الكرام. أولا يعني بالحقيقة بالنسبة للعملية الاغتيالات وزعزعة الأوضاع الأمنية في عدن وفي غيرها من مناطق الجنوب، هي استمرار للحرب التي دخلتها الجنوب في 2015 ولم تخرج منها في يوليو 2015، لأن الحرب تتخذ أشكال جديدة، والصراع مع الطرف الإنقلابي المزود بجماعات إرهابية له علاقة معروفة بها منذ أن بدأت ما سميت بظاهرة الحرب على الإرهاب، يمتلكون من أدوات العبث والتخريب ما لا يمتلكه الطرف الذي يدير محافظات الجنوب. لكن بالأخير تظل المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية في عدن وفي بقية المحافظات التي تظهر فيها العمليات الإرهابية والتخريبية والجرائم المستهدفة أشخاص ذوي مكانة مميزة أو حتى مواطنين عاديين، لأن زعزعة الأمن هو واحد، سواء كان الضحية مسؤول في الحكومة أو مواطن عادي أو شخصية مقاومة أو غير ذلك. لكنني أشير إلى أنه علينا ألا ننسى أن عدن لم تستعد وضع حكومة ودولة كما كانت حتى ما قبل الانقلاب الحوثي العفاشي. الذين يديرون عدن اليوم هم مجموعة من المقاومين الذين قدموا من ميادين المقاومة من ساحات الحراك السلمي، ولم يمتلكوا بعد كل مقومات الدولة ليواجهوا هذا الجماعات الإرهابية التي تشتغل. عمان دكتور عيدروس، عمان منذ تحرير عدن أليست كافية بإعادة هيكلة الجهاز الأمني والاستخباراتي في عدن؟ الحقيقة أن هناك ظاهرة على السلطة، سلطة الشرعية، أن تتحمل المسؤولية أزاءها. وهذا الكلام أنا خاطبته به الأخ رئيس الجمهورية قبل تحرير عدن عندما قابلته في 2015، وقلنا يجب توحيد كافة الجماعات المسلحة في إطار الجهاز الأمني وجهاز الجيش، تحديد قيادة مركزية تقودها. توحيد ما نطلبه اليوم هو توحيد الأجهزة الأمنية في إطار واحد لمواجهة الجماعات الإرهابية. طبعا هذا لا يعفي المقاومين والمؤيدين للقضية الجنوبية من الاستمرار في مطالبتهم وتعلقهم بالقضية الجنوبية، لكن الجهاز الأمني وحماية أرواح الناس هي مسؤولية مشتركة للجميع، وليست فقط مسؤولية مدير أمن عدن أو نائبه. نعم. طيب أعود لسيادة العقيد النائب الأول لمدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي. سيادة العقيد، إذن ربما السؤال الآن الأهم، هذه الاختلالات الآن اللي حصل في عدن وكما تحدثت تقول بأنها نتاج طبيعي لأن البلد خرجت من حرب، لكن الآن السؤال الأهم، ربما يقول الكثير بأن الإشكالية في عدن تعدد الأجهزة الأمنية، كل إدارة وكل مديرية تتبع صنف معين في عدن، وهذا ربما هي سبب المشكلة وسبب انتشار عمليات السطو والاغتيالات والتفجيرات.
نعم نعم في امور، ولكن انا احب ان انصحها بعض المعلومات، ان كل شرط عدن تخضع لاداره الامن وتخضع للواء شلال علي شايع مدير امن عدن، وتخضع للسلطه الامنيه الاولى في عدن الممثله باللواء شلال علي شايع. لكن احنا هناك يعني بعض الامور متداخله، مثل الحزام الامني، الحزام الامني يملك يعني غرفه عمليات، واداره الامن تملك غرفه عمليات. احنا طالبنا مرارا وتكرارا الاخ اللواء وزير الداخليه حسين عرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك اللواء علي ناصر الاخشع نائب وزير الداخليه، وكذلك رئيس الجمهوريه والاخوه الاشقاء في التحالف العربي، لكن في امور يعني هم يجاوبون عليها، لماذا لم توحد غرفه عمليات واحده؟ لكن انا اؤكد لك ان الاجهزه الامنيه داخل عدن، الشرط كل شرط عدن تخضع لسياره اللواء شلال علي شايع، ونحن ننفذ الامور يعني بكل حذافيرها، ولكن الامكانيات ضعيفه جدا، تزويد الشرط بامكانيات ضعيفه جدا جدا. انا كنت مديرا لشرطه البساتين لعامين متواصله، كانت يعني امور خارجه عن سيطره، يعني خارجه عن اراده مدير الامن او نائب وزير الداخليه او وزير الداخليه. اذا الكلمه يعني الاولى سياده العقيد، اذا الكلمه الاولى من خلال ما فهمت من كلامك هي للحزام الامني، وربما هو من يقف حجر عثرة امام اجهزه الامن في عدن لتنفيذ الإجراءات والتحركات التي تقومون أنتم بها من أجل ضبط الأمن وعملية ملاحقة الجنى. لا لا لا، ليس بهذا الحزام الأمني حامل مساعد مع أمن عدن، وكلهم في يعني كلهم أبناء البلد، كلهم أبناء عدن، وكلهم أبناء الجنوب، كلهم يعملون جاهدين، ولكن توحيد غرفة العمليات. لكن الحزام الأمني تعاير، الحزام الأمني قدم تضحيات وقدم شهداء، بل وهو يعني الرديف لأمن عدن، وأقلب قيادات الآن الحزام الأمني تنفذ أوامر شلال شايع. لكن احنا يعني ينقص هذا الشيء، لا نقدر نخفيه أبدا، لا يمكن نخفيه، العالم صار مفتوح الكل مطلع عليه. إذا أين الخلل برأيك سيادة العقيد؟ الخلل إذا أين يكمن؟ الخلل في عدم وجود غرفة عمليات واحدة للحزام الأمني، يعني هناك انقسام. إذا الانقسام الحاصل الآن، غرفة عمليات للحزام الأمني وغرفة عمليات للأمن في عدن، هنا تكمن المشكلة. عدم توحيد هذين الجهازين هو من يتسبب بهذه الخروقات، أليس كذلك؟ نعم نعم، يعني لا يوجد غرفة عمليات واحدة، وحتى مدير الأمن طالب هذا الشيء، طالب أنه يتم يعني توحيد غرفة عمليات واحدة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ننتظر هذا الأمر يتحقق. ولكن الحزام الأمني قدم يعني كل الدعم والأخوة في التحالف العربي، أسندوا شرط عدن وأسندوا يعني الحزام الأمني بإمكانيات لا أحد يخفيها أبدا. طيب دكتور عيدروس النقيب، الآن ربما إذن الكرة هي بملعب التحالف العربي، وهو من يتحمل المسؤولية الأولى في توحيد هذه الأجهزة وتوحيد قرارها وتوحيد تحركاتها. شكرا جزيلا. أنا لا أدري ما هي الرؤية المطلوبة. يعني التحالف العربي هو جاء ليدعم الشرعية، وهو يعمل بالتناسق مع الأجهزة الشرعية، وبالتالي التحالف العربي دوره استثنائي أو دوره ثانوي. يعني المسؤولية مسؤولية أبناء البلد، ومسؤولية السلطة الشرعية ممثلة بوزير داخليتها وبإدارة الأمن في المحافظات. وأنا أضم صوتي إلى صوت ضيفك الكريم بأنه لابد أن تعمل الأجهزة الأمنية بتنسيق وبقيادة موحدة مع بعضها البعض، وإلا تتحول إلى جهات منفصلة عن بعضها. بغض النظر عن ما يقال عن هذا الجهاز او ذاك، لكن في الاخير دكتور عيدروس نعم دكتور عيدروس، اسمح لي وعذرا على المقاطعه، لكنك تعلم ونحن نعلم والمشاهد الكريم يعلم وابناء عدن يعلمون ان الكلمه الاولى هي لقوه التحالف العربي، واي اوامر في عدن او غير عدن في المحافظه المحرره تنطلق من غرفه عمليات التحالف العربي. انت تعلم واخرين يعلمون، لكن انا لا اعلم. يعني انا ليس لدي درايه بهذا. انا اعرف ان التحالف العربي ليس وصيا على السلطه الشرعيه، وانه رديف لهذه السلطه ومؤازر لها. فعلى كل حال يعني اعتقد ان المساله هذه اذا كان السبب رئيسي وسبب فني، هذه لا تحتاج اكثر من جلسه ساعه ونص وساعتين ويتم التوافق. لكن المشكله ابعد من ذلك، المشكله ان هناك اختراق للاجهزه الامنيه، هناك عمل منظم يعني قوي جدا تخترق به الجماعات الإرهابية، زائد جماعة مخترق من قبل من دكتور عيدروس؟ مخترق من قبل من خلال متابعتك الاختراق من قبل
أجهزة أقوى وأكبر قدرة من حتى السلطة الشرعية والأجهزة الأمنية والحزام الأمني والتحالف العربي، وهي جماعة علي عبد الله صالح التي تمتلك أجهزة أمنية وقوات خارقة للوصول إلى موقع ارتكاب الجريمة. ولذلك أنا أؤكد مرة أخرى أن حل القضية مرتبط بإغلاق المنافذ، وإغلاق المنافذ يجب أن يجبر الناس على حمل البطاقة الهوية الشخصية لنميز من هو مع الانقلاب ومن هو ضد الانقلاب. وهل باعتقادك دكتور عيدروس هذه الحملة قد استخدمت ربما قبل عامان ولم تأتي بنتيجة؟ يعني أنت الآن تتحدث عن أجهزة أمنية تعمل فوق طاقات وقدرات الأجهزة الأمنية في عدن يديرها الرئيس المخلوع. البعض الآخر ربما يقول أنها شماعة تتخذونها من أجل رمي كل الإخفاقات والفشل اللي حصل في عدن. أنا لست طرفاً في العمل الأمني، لكن أنا أقول إنه يعني الحملة ما تكلمت عنها من حملة كانت حملة مشروعة استخدمت ضد الجنوب، كل الجنوب، على أن الجنوب مجرم وعنصري وتصفية عرقية وما إلى ذلك، بينما السؤال هو هل معه بطاقة شخصية يدخل بها إلى عدن ويعامل كمواطن، لكن مش يريح يقطع بصل والمساء يسوي عمل. طيب دكتور عبد الموضوع الآن دكتور عيدروس، الموضوع ليس الآن عند البطاقة الشخصية ودخول وخروج الناس، هذا القانون ربما قد طبق والحزام الأمني يعمل به ولا زال يعمل به إلى حد اللحظة من قبل عامان، ولا يدخل أحد إلى عدن أو يغادر من عدن إلا بتفتيش وعن طريق وساطات وبطاقة شخصية من أي مكان آخر، وربما عن طريق يعني السماح من قبل الأجهزة الأمنية التي تحكمها في عدن، وهذا الموضوع لم يعد جديد الآن. الآن السؤال الأهم، إلى متى ستستمر هذه الاغتيالات برأيك دكتور عيدروس في عدن؟ إلى متى سيظل الناس يعني يعيشون هذا الخوف وهذا القلق وهم يعني يمارسون حياتهم الطبيعية؟ يوم ينهب بنك، يوم يقتل شيخ، يوم يقتل إنسان بريء، يوم يقتل ضابط، يوم يتفجر مكان، إلى متى؟ العملية هي جزء من عملية متكاملة، تثبيت الأوضاع الأمنية هي مسؤولية مشتركة، وقبل كل شيء هي مسؤولية السلطة الشرعية. يا سيدي، عندما يكون قيادة الدولة خارج البلد مهاجرة لا تنتظر من الجماعات الإرهابية أنها تتهيب وتخاف، لا يشعر المواطن بالأمان إلا عندما يشعر بأن قيادة الدولة معه داخل العاصمة وأنها تتحمل مسؤوليتها ولا تترك الناس نهبا للعابثين والمجرمين والقتلة والإرهابيين. نعم. ثم إن قضية أخرى وهي قضية متصلة بهذه القضية، شعب نعم. الجنوب هو اليوم ممزق بين قيادة حاكمة لا تملك سرعة القرار ولا تستطيع أن تحضر إلى البلد، وبين مقاومة وإرادة شعبية تريد استعادة دولتها. الجنوب لن يهدأ إلا عندما يكون دولة مستقلة ذات سيادة تحكم أرضها وتسيطر على أرضها وتتعامل مع الآخرين كأشقاء وشركاء في نعم. محاربة الإرهاب. طيب دكتور عيدروس، أعود لأبو مشعل الكازمي النائب الأول لمدير الأمن. سيادة العقيد أبو مشعل، هل باعتقادك التحالف العربي يشارك بصورة أو بأخرى بهذا نقول عدم دمج هذه الوحدات الأمنية سواء الحزام الأمني أو بقية أجهزة الأمن في عدن؟ أول شيء أحب أن أوضح يعني لك وللمشاهدين وللأخ عيدروس ان الشرعيه اذا كانت يعني مسؤولين لها في خارج البلد فهناك رجال لهم في الميدان في عدن، وهناك في ناس تعمل ليل ونهار، ولا يمكن احنا نلقي دور الحزام الامني او نلقي دور الشرعيه او نلقي اي دور لاحد، الكل يعمل بجهد، ولكن هناك امور سياسيه يعني امور دوليه كبيره جدا يعني هي تتحكم في الامور، لكن هناك رجال يعملون ليل ونهار، هناك يعني ناس من يمثلون وزير الداخليه ونائب وزير الداخليه نائب رئيس وزير الداخليه اللواء علي ناصر اللقشع، هذا الرجل لم يقادر البلد منذ انتهاء الحرب، يعمل بجد ليل ونهار، فالناس موجوده كلها تذود بارواحها عن فداء عن عدن عن هذه العاصمه العظيمه عن كل الجنوب الحره عن كل ربوع لا. البلد، فنحن لا نلقي دور احد، والكل عمل بجد بجهد والكل عمل بكل ما يملك، هذا ما حبيت اوضحه. نعم. طيب سؤالك بخصوص سؤالي، هل التحالف العربي يشارك بصورة أو بأخرى بهذا الانقسام الحاصل في عدن وعدم توحيد الأجهزة الأمنية وربما إعطاء الكلمة الأولى للحزام الأمني كما هو واضح الآن؟ احنا لا زلنا تحت الفصل البند السابع،
في حسب القوانين الدولية تحت الفصل البند السابع لابد أن يكون التحالف العربي شريك في كل الأمور الأمنية في كل الأمور التي تدار داخل البلد، والأخوة في التحالف العربي يعني في البلد يمثلها ناس يمثلون الدولة، وهذا السؤال يجيب عليه رئيس الجمهورية ويجيب عليه وزير الداخلية ونائب ومدير أمن عدن أو محافظ عدن، وكل لا يمكن أن الناس أنها تدار، الناس تعمل بشراكة، ولكن في أخطاء، لا نقول التحالف لم يخطأ أو الشرعية لم تخطأ أو غيره، الكل يخطأ، ولكن هناك في أمور إيجابية. اليوم أنتم تتحدثون عن عمليتين اغتيال لم يعني الجهاز الأمنية لم تكشفها للآن، لكن لم أنتم لا تعلمون أن في يوم من الأيام حصلت 23 عملية اغتيال في عدن، كل هذا الدماء وكل هذا الشوارع عدن العظيمة التي تخضبت بالدماء، تم يعني كان قتل الناس بالدشكة 12.7 كان بالعبوات الناس وبالانتحاريين، اليوم اختفوا الانتحاريين واختفى 12.7 وظهرت كواتم الصوت واختفت كواتم الصوت، ولكن تظهر عملية اغتيالات هنا وهناك، واحنا نوعدكم ونوعد شعبنا العظيم الذي نعول عليه، نوعد اننا هذا ما نتمناه سيادة العقيدة ابو مشعل، هذا ما نتمناه ودعواتنا معكم ويعني ونحن معكم وصوتنا معكم من اجل ان تتحول عدن فعلا الى 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 مدينة آمنة ونموذج يعني جميل للمحافظات المحررة. هل انا لديكم الان بعد كل هذه الاختلالات ضيفك الكريم والاخوة في اقل من 30 ثانية اننا نحن نرفع صوتنا عاليا، نحن نتكلم ونقول بالصوت العالي اذا في اخطاء من التحالف او من الشرعيه او من اي جهه يعني اخطات او انها ما يعني ما كانت في قد ما احنا نقولها بالفم المليان، عدن اقلى من الجميع، شعبنا اقلى من اي احد، لا يمكن احنا ان لكن احنا نصرف كرجال دوله يعني لابد ان عبر قنوات الدوله عبر مؤسسات الدوله عبر المؤسسه الامنيه والعسكريه كل شيء يكون تحت مؤسسات الدوله مثل بالمشير خامه الرئيس عبد الرب منصور هادي الغادل على القوات المسلحه. طيب سيادة العقيد أيضا أتكرم بالبقاء معي، أعود للدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس أنت أيضا من وجهة نظرك، إذا أنت الآن تتحدث بأن ربما هذه الأجهزة وهذه الاختلالات هي سببها من لا زالوا يعملون لصالح الرئيس المخلوع، هل باعتقادك هؤلاء من متوغلين بالأجهزة الأمنية في عدن هم من أبناء المحافظات الجنوبية من أبناء المقاومة الجنوبية أم من أي صنف أتوا؟ تحياتي إليك مرة أخرى وللعزيز أبو مشعل الكاظمي نائب رئيس نائب قائد شرطة عدن. تحياتي لكم جميعا، وأرجو أن يفهم رأيي عن مسؤولية السلطة الشرعية بأن السلطة الشرعية ما تزال مسؤولة عن محافظات الجنوب وما تزال مسؤولة عن أرواح الناس وأملاكهم وأمنهم وأعراضهم. هذا ما قصدته بحديثي عن السلطة الشرعية. نعم أوكي، جميلة النقطة هذه دكتور عيدروس، نقف عند هذه النقطة وهي جميلة فعلا أنهم المسؤولين، لماذا إذن السؤال الأهم لا يترك المجال للحكومة الشرعية والسلطة المحلية في عدن لتدير عدن وتتحمل كامل المسؤولية؟ الآن محافظ عدن كما تعلم يمنع من عودته إلى عدن، الرئيس يمنع من عودته إلى عدن، وربما هنا سبب الإشكالية اللي حاصل الآن. يعني هذا السؤال أنا استمعت إليه عشرات المرات من صحفيين مختلفين تلفزيونيين وكتاب صحفيين إلى آخره. نعم. ولكنني لم أسمع مرة واحدة من مصدر رئاسي مسؤول مش كاتب في الفيسبوك ولم أسمع مرة من الأخ المحافظ الزميل والصديق العزيز عبد العزيز المفلحي بأنه ممنوع عليه العودة. السؤال هو لماذا لا يعودون، والسؤال هو يوجه لهم كيف تفسر إذا أنت كابن عدن وابن الجنوب كيف تفسر عدم عودة محافظ عدن الذي ربما أبدى في أول ما وصل إلى عدن كل الاهتمام من أجل التنمية من أجل إعادة الإعمار في عدن من أجل يعني عودة الحياة وطبيعتها وتطبيعها سواء في المياه أو الكهرباء أو غيرها من المشاريع؟ اسألهم والتأكيد لديهم إجابات على هذا السؤال، أما أنا فأنا أتساءل مثلكم، لكن سؤالك الذي قلت لي عن التحالف العربي أنا أقول أنه مرة أخرى أعيد وأقول أن التحالف العربي لم يأتي وصيا على أحد، وأنا يعني قابلت زملاء وأصدقاء وناشطين سياسيين من دولة الإمارات ومن السعودية أعضاء مجلس الشورى في الدولتين، كل الذي علمت منهم أنهم يقدمون أرواحا ودماء وأموالا وسهرا وعناء من أجل أن يطبع الأوضاع في المحافظات المحررة ومن أجل إسناد الشرعية لتعود لتتولى مسؤوليتها في إدارة البلاد. لا هناك أي أمور خفية، أنا أتمنى من أي طرف تذكر
او في اي طرف اخر حتى في الانقلاب ان يقولوا لنا بالضبط ما هي المآخذ التي لديهم على الاخوه في التحالف. طيب في نص دقيقه دكتور عيدروس، اين ترى عدن بعد كل هذه المشاكل الحاصله فيها خلال المستقبل القريب؟ انا ارى ان عدن يعني تذهب باتجاه المستقبل المضيء والمشرق، لكن هذا يرتبط بحل قضية الجنوب وإعادة الجنوبيين إلى المعادلة السياسية وتمكينهم من استرجاع دولتهم وتحقيق مستقبلهم واختيار طريق التطور. أما الحلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية والخدمية فهي لن تأتي إلا في إطار الحل الأكبر، وهو حل قضية الجنوب وإعادة الجنوبيين إلى المساق السياسي واسترجاعهم حقوقهم التاريخية بما في ذلك دولتهم التي دمرت. ألا تعتقد أن المجلس الانتقالي قتل القضية الجنوبية وضيعها بعد أن كانت ربما هي القضية الأهم على كل الطاولات؟ سوري ثاني مرة لو سمحت السؤال. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم إعلان عنه هو ربما من يعني ضيع القضية الجنوبية كما يقول البعض ويكتب الكثير. يعني أنت تفترض أنه كان غزاة 94 سيقولوا تفضلوا يا جنوبيين استعدوا دولتكم بدون أي طرف سياسي يمثلكم. المجلس الانتقالي هو عبارة عن إطار سياسي لتوحيد طاقات الجنوبيين للسير على طريق استعادة دولتهم، وسيتم هذا يوما من الأيام. أما الاتهامات للمجلس الانتقالي الذي لم يستكمل تكوينه بعد بأنه ضيع القضية، لا أدري كيف أضعها. المجلس الانتقالي سيحيي القضية الجنوبية التي أراد غزاة 94 بالشرعية والانقلاب أن يغتالوها. أشكرك على رأس الممارسة السياسية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عيدروس النقيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا من لندن. وعودة أخيرة فقط للعقيد أبو مشعل الكاظمي، كلمة أخيرة سيادة العقيد، أنت أين ترى عدن في المستقبل بعد كل هذا الحاصل والمشاكل والاختلالات الأمنية الحاصلة فيها؟ أنا أرى عدن أنها عدن، لم أحد يقدر يعني تم غزو عدن من عدة يعني عبر قرون عبر يعني مئات السنين، وتبقى عدن هي عدن، عدن تنتصر دائما ونحن نرى. ولكن أنا يعني من منبر هذا أدعو كل أبناء الجنوب للالتفاف حول فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هو هذا الرجل وكل الشرفاء معه سيقودون السفينة إلى بر الأمان، ونحن بإذن الله موجودين في عدن في كل الشوارع. أنا أكلمك الآن من شرق عدن وسأنتقل إلى قربها دون خوف، لا نخاف من احد. الموت يعني لا يعني كل الموت اللي حصل في عدن هو حالات استثنائيه، لكننا سنعبر الى بر الامان. نطمن اهالينا في عدن اننا نعمل ليل نهار معهم نحو يعني عدن تكون مثل ما هي، حضن دافع لكل ابناء الوطن. عدن السلام، عدن المحبه، عدن النصر التي لن تقبل الهزيمه ابدا. وعلى الجماعات الارهابيه وغيرها من الاحزاب وغيرها من الامور التي تدفع عدن نحو الهاويه، ان عدن مثل ما انتصرت في 2015 وما قبلها حتما ستنتصر على كل هذه الادوات الاجراميه. شكرا جزيلا لك النائب الاول لمدير امن عدن العقيد ابو مشعل الكاظمي، كنت معنا من عدن. والشكر ايضا لرئيس دائره العلاقات الخارجيه بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عيدروس النقيب. ختام هذه الحلقه تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل ماهر ابو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديده من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.